يا سيدي بلاشي. بس احنا اللي دائما تكلمنا عليه اللي احنا مستوانا قاعد يتحسن، بس المهم انه شغل الفريق. كنت انا موجود وعبد الرحمن وماني، سوينا الكل، سوينا مباراة كويسة بمجهود الجميع، وهذا يظهر الجميع اللي احنا قاعدين نتحسن من مباراة لمباراة. اخيرا من المعسكر الى اليابان الى البطولة العربية الى الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو دائما عالي جدا ما شاء الله. ولتما كويسة برونتو كريستيانو نو بورتوغال نو جابون نو ابا نو طايف وكريستا تا سيمبر سيما. اي تو ما شاء الله ليش دي تاركي a jogar na Arábia, as pessoas recebem muito bem, o futebol está a evoluir cada vez mais, está a vir jogadores de muita qualidade para cá, e o que eu disse há algum tempo atrás, eu acho que esta liga vai ficar entre o top do mundo, passo a passo, acho que o caminho está a ser feito e eu estou muito feliz por me terem recebido bem em todos os estados aqui na Arábia Saudita. Eu estou muito feliz por ter recebido bem em todos os estados aqui na Arábia Saudita. Eu lembro-me do que eu disse no ano passado, انه الدوري السعودي بيصير من احسن دوريات في العالم، وباستقطاب كثير لاعبين باسامي كبيره، بس انا نجدد سعادتي ونجدد شكري الكبير للمملكه لاحتضاني، لاني حاس نفسي سعيد مره، وهذا يعطيك 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 الحب انك تسوي احسن ما عندك وتعطي الكثير للكره السعوديه. ايضا انا سعيد مره لان هي ليله تاريخيه لي ان اقابل كريستيانو رونالدو. ونويت مونتو vai ficar marcado porque está a fazer uma entrevista com você. شكرا للنجم الأسطورة كريستيانو رونالدو بكل تأكيد الذي تحدث في بداية حديثه عن سعادته الكبيرة بفرحة وسعادة الجماهير النصراوية بكل تأكيد إلى المميز الرائع دائما عبد الرحمن غريب صاحب الكرات السحرية والكرات الجميلة، الابتسامة حاضرة على محياك كابتن، وأنتم تستحقون بكل تأكيد هذا الفوز الكبير. ألف مبروك عبد